الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا الكرام في كل مكان ارحب بكم في ترحيبة الاسلام الخالدة، فسلامنا من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هذا المهرجان ومن ثاني ايام مهرجان الغشمريات الذي يقام بتبرعه مقدمه من رجل الاعمال عودة بن سالم العطوي، فنشكره جزيل الشكر والتقدير لتعميل هذه الرياضه. اتقدم مع مقدمه الشوط، انطلق معلم المركز الاول الريم من تنطلق، يتواجد ابراهيم بن محمد الشمان مع مقدمه الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم نهابه يتقدم شايم بن سند الشمري. المركز الثالث من اتصل في هذه اللحظات تتقدم النادره يتقدم مشاري بن سالم البلوي مع المركز الثالث. المركز الرابع من اتصل في هذه اللحظات شاقل سيد فايز بن عبد الرحمن البلوي. المركز الخامس مشاهدينا الكرام من اتصل المملكه جبران بن سعيد القحطاني، لكن اعود مع مقدمه الشوط، اعود مع المركز الاول، اعود مع نهابه شايم بن سند الشمري مع مقدمه الشوط مع المركز الاول. المركز الثاني تتواجد الريم، يتقدم ابراهيم بن محمد الشامون مع المركز الثاني. المركز الثالث من تصل المملكه جبران بن سعيد القحطاني. المركز الرابع مشاهدينا الكرام تتقدم في هذه اللحظات جمايل للسيد فرج بن حماد البلوي من تصل مع رابع المراكز. المركز الخامس تتقدم مشاهدينا الكرام وزن لسيد صالح بن بني البلوي، يتقدم نجم الموسم مع خامس المراكز، لكن اعود مع نهابه ما زالت مع مقدمه الشوط شايم بن سند الشمري مع المركز الاول. المركز الثاني تصل في هذه اللحظات تصل النادى لسيد مشاري بن سالم البلوي. المركز الثالث تتقدم جمايل، يتقدم فرج بن حماد البلوي، يتواجد في عملية التضمير عبد الله بن فرج البلوي. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات الريمة لسيد ابراهيم بن محمد الشمان. المركز الخامس ما زالت وزن لسيد صالح بن بنية البلوي، يتقدم نجم الموسم في هذه اللحظات، لكن اعود مع اللي غادرت في هذه اللحظات، اعود مع نهابه شايم بن سند الشمري. انطلق مع مقدمه الشوط مع المركز الاول. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات، انضمت الشعارات، تتقدم النادره مشاري بن سالم البلوي، لكن نهابه انطلقت مع مقدمه الشوط مع المركز الاول شايم بن سند الشمري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات تصل مع المركز الثاني في هذه اللحظات. من تصل جمايل لسيد فرج بن حماد البلوي، لكن انطلقت مشاهدينا الكرام نهابة غادرة شايم بن سند الشمري مع المركز الأول مع الصدارة. انفرد مع مقدمة الشوط، انطلق الشمري مع المركز الأول مع الصدارة مع المركز الأول نهابة. مشاهدينا الكرام انطلقت بدون أي أوامر في هذه اللحظات، انطلقت نهابة شايم بن سند الشمري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. نهابة إذا تنطلق في هذا الشوط، نهابة مع المركز الأول انطلقت في هذه اللحظات، انفردت نهابة انطلق شايم بن سند الشمري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني وصلت الأسماء، وصلت السجلات في هذه اللحظات. من تصل مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني وصلت جمايل فرج بن حماد البلوي. يا باي انضمت الشعارات، وصلت نايف بن عادة، أنا
أخواتي، لكن أيضا وصلت في هذه اللحظات حربا حسن بالفلاح السعيدان، لكن انطلقت مع مقدمة الشوط نهابة شايمة بن سند الشمري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. انطلق الشمري مع مقدمة الشوط وحسن بن فلاح السعيدان قادم، لكن انطلق الشمري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول شايمة بن سند الشمري وحسن بن فلاح السعيدان قادم. يا باي الله 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 نهابة الشمري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، انطلق مع مقدمة الشوط حسنة بن فلاح السعيدان مع المركز الثاني، لكن نهابة شايم بن سند الشمري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، نهابة مع الصدارة، نهابة مع مقدمة الشوط شايم بن سند الشمري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع الصدارة مع الفوز مع الناموس. يا تهانينا والناموس للسيدة شايم بن سند الشمري على فوزه في هذا الشوط. تهانينا من هذه اللحظات للسيد شايم بن سند الشمري على فوز نهابة بدون أي منافس. تهانينا والناموس المركز الثاني حسنة بن فلاح السعيدات المركز الثالث، نايف بن عود الحويط المركز الرابع، فايزة بن عبد الرحمن البلو المركز الخامس، عيدة بن نجمة العطوي التوقيت الزمني 6:28:19 جزء من الثانية. تهانينا وناموس.